سلفرح ذام قران اقلا غيراون سلام يوال سيدي ربي امشي دنزل السكينه السكينه ذيوث النعمه ثم قران يحواجت ومذان ذي الدونيثيس الراحه راحه البال السكينه ذنسات إذ السبان تلويث ذنسات إذ السبا من السعادة بومذان سيدي ربي الناد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السكينة نحوجت ياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمي ذي غار ثور ميديو في مانيس أكذ سيدنا أبو بكر ديني الزرام أبو بكر الصديق يقاذ في مصير الرسالة إنيس لوكان يون السيكسن سي المشركين أذي خزر أذي والي يري دار نسا غيوالي ماشي ذيني سهلا موقف جلل النبي عليه الصلاة والسلام ناس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إنياس أبو بكر غسق لغذيسين ربي الثاني يذنغ إنيس كساغف لي وليه كس الحزني وليه ربي يذنغ ابن عطاء الله قار من وجد الله فماذا فقد وين يفهم ربي غير ثماس ذا شرى يقول نتسيح وجه السكينة لذلك نزلت الآيات إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مرصديون كسلح زنيولي ورتسقاذ النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود إلى آخر الآيات باش هذا نظر ماذا المؤمنين مرة ربي ناد يوثي سورة التوبة الآية 40 ثاني سورة الفتح الآية الرابعة 40 4 الآية 40 من سورة التوبة والآية الرابعة من سورة الفتح يناد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إن شاء الله هذه السكينة أغثر نذي الإيمان أغثر نذي الإيمان.